السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع الذكاء الاصطناعي يبدأ يساعدك في الكتابة ويحاول ان هو يعيد صياغتها بحيث ان محدش يقدر يكتشف ان دي معمولة من خلال الذكاء الاصطناعي. على فكرة الخاصية دي ممكن تعملها في شات جي بي تي، ممكن تقول له اكتب نص لا يبدو ان هو من خلال الذكاء الاصطناعي، او بعد ما يكتب حاجة تقول له اعد صياغتها بحيث ان هي لا يتم اكتشافها. ممكن تعلم عليا جزء وتقول له انا عايزها اللهجه بتاعتها يبقى اكاديميك، او اللهجه بتاعتها فورمال، او اللهجه بتاعتها كاجوال. ممكن تقول له اعمل ري رايت ليها، ممكن تقول له شورتر قصرها او كبرها او لخصها زي ما انت عايز. وممكن حتى تحمل ملف PDF وتساله عن الملف دوت، تقول له مثلا طب لخصه لي، طب في مصطلح هنا انا مش فاهمه، طب اشرح لي القصه ديت. ممكن تحمل اكستنشن بحيث ان هو يبقى معاك على المتصفح في اي وقت في اي موقع تقدر انت تسأله. انت ممكن تشتغل مجاني معاك 1000 نقطة او $5 في الشهر، او في $10 في الشهر بيبقى فيه امكانيات اكبر. طيب تعالى نقول له start for free. فممكن تديله اي نص وهو هيبدأ ان هو يخليه لك حاجة فريدة وبشرية ما تتفش. دي من ضمن المزايا اللي موجودة فيه. طب تعال نشوف الاكستنشنز اللي عنده بتدعم ايه. هو جوجل اكستنشن، لان هو اكتشف ان انا جوجل كروم فبدأ ان هو يجيب لي جوجل كروم.